الحمد لله الجرح سطحي، الرصاصة عدت وما استقرتش جوه الجسم، بس هي للأسف نزفت كتير. إن شاء الله نخلص نقل الدم ونطمن عليها، وممكن بكرة الصبح تروح. ماشي، شكرا يا دكتور. شمس الحلقة. اهي ايه يا حبيبتي؟ ايه يا اختي، ايه اللي حصل؟ الحمد لله انا كويسه يا عنتر. لا اله الا الله، الحمد لله. الف سلامه، الف سلامه. جرى ايه يا عم عبد الله؟ ما يوصلش ان المعلمه شمس الحلقة تتضرب بالنار في فرحها. اتعطلت يا اسطى ولا مالك؟ ما توطي صوتك، انت في زريبه. يا ترى مين اللي عملها يا ابن ماهر؟ يكونش انت قلت اكتب عليها واتجوزها اوب تتقتل او ريسها واخد فلوسها؟ ما تعبطش بقى في الكلام عشان ما يقلش منك، وابعد شويه كده عشان النفس. يا عنتر انا كويسه، وعبد الله ملوش دعوه باي حاجه، وبعدين انتوا هتتخانقوا انت والجوز وانا تعبانه ومضروب عليا نار. اسمعي كلام يا اختي، لازم تطلعي من الجدع ده، انا مش مستغني عنك. يلا حبيبي خطوه عزيزه، انت مش عملت واجبك وطمنت على اختك؟ يلا اتكل على الله، اختك دلوقتي على ذمه راجل يعرف يحميها ويجيب لها حقها. ماشي يا شمس، بس افتكر ان انت اللي اخترتي، وعلى العموم لينا ساغه تلمنا. اتكل على الله. ايه يا حلو؟ انا قفلت كل المحاضر وقلت ان احنا ما نعرفش مين اللي عمل كده. لا يا عبد الله، انا عارفه مين اللي عمل كده. مين؟ نصر خالك. نصر؟ ايوه. أنا مرضتش أقولك عشان ما زعلكش. هو جيت قدمي وكان عايز يتجوزني لما عرف إن أنا وإنت هنتجوز. طب ارتاحي أنت، ارتاحي. أنا مش هرتاح غير لما أجيب اللي عمل كده. إن شاء الله يكون مين وندمه على اليوم اللي اتخلق فيه. مش هتأخر عليك. معقول يا عبد الله؟ معقول يا ابن الناس انا اسلط عليك ناس يضربوا عليك نار في الفرح؟ فرح ابن اختي اللي هو ابني معقوله؟ امال هي بتقول لي كده ليه؟ طيب انا وامك ما كناش موافقين على جوازه الشمس دي، وشايفين ان الشمس دي عامله زي الحيه عماله تتسحلب وتدحلب حواليك لغايه ما تبلعك في بطنها. قلت اروح يمكن توافق. ما شاء الله، خطه في منتهى الغباوه، ده ما طلعتش مني انا يا خال. خلاص يا خال، المهم نمسك العيال دي دلوقتي. المهم دلوقتي امسك تليفونك وطمن امك. انا طمنتها خلاص، بس لما تسمع صوتك انت قلبها هيهدى شويه. هطلع من هنا واكلمها. وصلت ليه يا ابني؟ مفيش غير الصوره دي هي اوضح حاجه. قرب شويه. النمر دي مكموسه. اه فعلا، مش هينفع يجي يعمل حوار زي ده وهو نمره لسه خارجه من المرور. بس ممكن تترجم الحروف باينه اهي، دال ه سين، والارقام خمسة، وفي رقم مش باين، وبعد كده اتنين ستة، في رقم بعد الخمسة. ستة. كام؟ ستة. انت شفته؟ لا حسيته. طب يا نمر، احنا كده عندنا 10 احتمالات للنمرة دي. عامر، عاوزك تجرب لي ال10 ارقام وتجيب لي بيانات ال10 موتوسيكلات دول من حبايبك وتفرزهم لي. الله يفخم عليك يا شيخ، دماغ مباحث قوي بس صعبة. 24 ساعة وبعون الله كل اللي انت طالبه يبقى عندك. ساعتين، ساعتين ويبقى عندي. الواد ده قبل ما يصحى من النوم يقول انا ضربت نار على النمر يبقى تحت رجلي يا عامر. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.